البرتغال مع مين؟ مع بيسيرو. فاكرين بيسيرو اللي كان بيدرب النادي الاهلي قبل كده من 3 سنين او 4 سنين؟ وبيسيرو كمان تولى تدريب منتخب نيجيريا، واعتقد كان ماسك مونتيري المكسيكي برضو، كان مش هو، لا، فبيسيرو مسك خلاص منتخب نيجيريا بعد خروج نيجيريا من البطوله. وكان هم الاتحاد النيجيري متفق مع بيسيرو من قبل البطوله ان بعد انتهاء بطوله افريقيا بيسيرو يتولى تدريب منتخب نيجيريا. خلينا نشوف راي بيسيرو في منتخب مصر، وهو اشتغل في النادي الاهلي قبل كده وعارف اللعيبه، وتوقعاته لمباراه مصر والكاميرون، ومين ممكن ياخد بطوله امم افريقيا. بنحيي طبعا مستر بيسيرو، بنحييك يا مستر بيسيرو، وسعداء ان انت معانا في قناه الحياه. ومسك بورتو البرتغالي كمان، لما ساب النادي الاهلي مسك بورتو البرتغالي. مستر بيسيرو، مستر بيسيرو ازاي يعني؟ بنرحب بيك في قناه الحياه. شكرا جزيلا يا صديقي، وانا اتشرف بالنسبه بوجودي معكم، وهي فرصة عظيمة أن أجلس معك وأتحدث لمشجعي كرة القدم المصرية وكل مشجعي كرة القدم في العالم العربي. طيب، يعني بنبارك لك طبعا على توليك تدريب منتخب نيجيريا، ونتمنى لك التوفيق خلال الفترة القادمة إن شاء الله. مع نيجيريا. الكل يعرف ما حدث، ولكن أنا أريد أن أتحدث معك عن كأس الأمم الإفريقية، ولا أرغب في التطرق إلى تعاقدي مع نيجيريا من عدمه. طيب، عايز اعرف رايك في منتخب مصر، واكيد انت تابعت منتخب مصر في اللقاءات اللي فاتت، خصوصا ان مستر كيروش برضو مدرب منتخب مصر مدرب برتغالي، وتوقعاتك لمباراه مصر والكاميرون القادمه يوم الخميس باذن الله. هذه منافسه قويه جدا، وفي الحقيقة هناك منتخبات قوية جدا، منها نيجيريا التي ظهرت بشكل قوي جدا في دور المجموعات، وربما كانت هي الفريق الأفضل في هذه المرحلة، ولكن في اللحظة الحالية نيجيريا والجزائر وتونس والمغرب كلهم خرجوا من البطولة. الآن الفرق الأربعة الأقوى. فيما يتعلق بمصر، أرى أن مصر لم تواجه نيجيريا بشكل طيب ولم تؤدي بشكل طيب، ولكن بعد ذلك انطلقت مصر وتحسنت وأظهروا قدراتهم بتنظيم كبير، وأعتقد أن المباراة الأخيرة أمام المغرب مصر أدت مباراة قوية أمام فريق قوي، وأرى أن مصر من الممكن أن تفوز بكأس الأمم الإفريقية. شايف المواجهة القادمة ازاي ما بين مصر والكاميرون؟ والكاميرون هو المنتخب او الفريق اللي بيستضيف الدولة اللي بتستضيف البطولة، ويعني مصر هتلعب قدام جماهير الكاميرون وعلى ارضها. شايف المباراة ازاي مع الكاميرون؟ ستكون مباراة بين فريقين رائعين، ولكن الكاميرون تلعب على أرضها، هذا صحيح، ولها مشجعين، ولكنني رأيت وشاهدت كل المباريات ووجدت مشجعين مصريين موجودين في المباريات، و مصر كما تعلمون، مصر
قوية والكاميرون فريق قوي كما يعرف الجميع، وأي فريق منهما من الممكن أن يحقق الفوز في هذه المباراة، وأرى أنها سأقول أن الفريق الأقل ارتكابا للأخطاء هو من سيفوز، ولكن المباراة بشكل عام ستكون مباراة قوية، وأتمنى أن تلعب مصر مباراة رائعة كما لعبت في دور الثمانية، ولننتظر ونرى. الحقيقة أن الكاميرون بالفعل لديها مشجعين أكثر، ولكن مصر بالتأكيد فريق رائع ومنظم جدا، والكوتش كيروش يؤدي بشكل طيب جدا مع الفريق المصري، هو رجل برتغالي أيضا، ويعتقد أيضا أن مساعده البرتغالي أيضا يقوم بعمل عظيم. شايف يعني الفترة اللي فاتت في البداية كان في انتقادات عنيفة جدا من الجماهير المصرية الكيروش والإعلام المصري، ولما المنتخب كسب مباراة الكوديفوار وأدى بشكل كويس وماتش المغرب، الانتقادات دي تحولت إلى يعني سعادة من المصريين بكيروش. وشايف ايه اللي خلى الامور تتأخر شوية مع كيروش، وانت اكيد معرفتك بيه الشخصية شايف هيكمل ازاي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة، او ممكن يعمل ايه مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة؟ بالتأكيد سيكون هناك تحسن. المديرين الفنيين للمنتخبات لا تتاح لهم فرص كبيرة للتدريب، صعب جدا تدريب المنتخبات الوطنية لأن الوقت المتاح للتحضير قليل، ربما يتدرب قبل المباراة بأربعة أو خمسة أيام. هذا صحيح أن مصر لعبت كأس العرب في قطر، ولكن لم يكن هناك معسكر إعداد قبل البطولة الإفريقية، لم يستمر لفترة طويلة. أما عندما تكون هناك بطولات كبرى مثل بطولة الأمم الأوروبية أو كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية، بالتأكيد هذه البطولات المجمعة تحسن مستوى الفرق بشكل عام. ومن الممكن أن ننظر إلى المباراة الأخيرة أمام المغرب، سنجد أن مصر تحسنت عن مباراة كوت ديفوار، وهذا وكان هناك تنظيم أكبر، وكل مباراة الفريق يتحسن عن المباراة الأخرى. يعني عايز أعرف برضو من خلال أكيد معرفتك بكيروش كمدير فني برتغالي، هل كيروش من نوعية المدربين اللي ممكن يستشير مثلا نجم في الفريق زي محمد صلاح، اللي احنا دايما بنشوف فيديوهات او لقطات بيسيروا مع محمد صلاح في التدريب، واخده على جنب بيتكلموا بيتناقشوا بيناديله دايما في التدريبات وبيتكلموا، يعني حسينا ان في علاقة خاصة ما بين صلاح وكيروش؟ هذا شيء جيد، لأن عندما يكون لمصر لاعب مثل صلاح، هو واحد من أفضل لاعبي العالم، ويلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان بطلا لأوروبا وبطلا لإنجلترا، مثل هذا اللاعب هو من الطبيعي أن يتحدث معه المدير الفني، ولابد لهذا اللاعب أن يكون هو حلقة الوصل بين المدير الفني واللاعبين، وصلاح يقوم بهذا بشكل جيد. صلاح لاعب رائع جدا، وبالتأكيد صلاح هو الكابتن، هو كابتن الفريق، و من الطبيعي أن يتحدث معه كيروش عن احتياجات اللاعبين أو ما يريده كيروش من اللاعبين، لأن صلاح يعرف اللاعبين، هم أصدقائه وزملائه، وهو يعرف اللاعبين أفضل مما يعرفهم كيروش، وبالتالي كيروش صنع هذه العلاقة القريبة والقوية مع صلاح، لأنه هذا من أجل فائدة الفريق ومن أجل فائدة لاعبي الفريق. هو
ربما للحديث عن التنظيم في الملعب ونقل الأفكار، وهذا شيء طبيعي جدا في أي فريق كبير، والمدير الفني يتحدث للاعبين الرئيسيين، هذا شيء طبيعي. في مصر هو اللاعب الرئيسي وربما هو اللاعب الرئيسي في العالم محمد صلاح، فمن الطبيعي أن يكون هناك حديث. نجد أن في المباريات نجد هذه العلاقة الطيبة بينه وبين اللاعبين، سواء بين كيروش واللاعبين أو صلاح واللاعبين، الذين يتمتعون معه بعلاقة طيبة جدا، ونحن نستطيع من خلال الشاشات أن نرى أن هناك تواصل قوي بين اللاعبين، صلاح واللاعبين، اللاعبين وصلاح، واللاعبين والمدير الفني. هذا شيء طيب جدا، ويمكن أن نشعر به ونحن نشاهد هذا على الشاشات، ونجد أن هؤلاء اللاعبين يقاتلون ويعطون بنسبة 100% أمام فرق وطنية كبيرة مثل كوت ديفوار والمغرب، وهم لاعب وهي فرق مليئة بلاعبين رائعين، وربما كان فريقين هما الأفضل في إفريقيا. طيب مستر بيسيرو، عايز أنقلك بقى من منتخب مصر للنادي الأهلي. الأهلي يوم السبت اللي جاي عنده مباراة مع مونتيري المكسيكي، بطل المكسيك طبعا في بطولة كاس العالم للأندية. توقعاتك ايه للنادي الاهلي، وهل انت كنت الفترة اللي فاتت متابع النادي الاهلي ولا لا؟ الاهلي فريق رائع جدا، وهو بطل افريقيا، وانا اهنئهم على هذا، وبالفعل الفريق حاليا يضم لاعبين جيدين جدا، ومن الممكن ان يتقدم في كأس العالم. هل يعني بعد رحيلك عن النادي الاهلي وتدريبك لبورتو البرتغالي ندمت اللي انت سبت النادي الاهلي، ولا كان لازم كنت تاخد القرار في الوقت اللي انت تروح تدرب فيه بورتو البرتغالي؟ كان أنا صرحت للإعلام أنني لا أعرف إذا كنت قد ارتكبت خطأ أم لا، ولكنني أعتقد أنه ربما كنت أفكر أنه من الأفضل أن أكون مستمرا في الأهلي، ولكنني أخذت هذا القرار، ولا يمكن فعل أي شيء حيال هذا القرار الذي اتخذته منذ زمن بعيد، وأنا كنت أدرب بورتو، وبورتو كنت أدرب هذا الفريق القوي. بورتو أيضا فريق عظيم وكبير ويضم لاعبين رائعين، وهم كانوا يصرون أن أنضم إليهم لأتولى الإدارة الفنية. ربما كان تركي الأهلي خطأ، لأنني كنت أرى أنه من الأفضل أن أستمر في مصر مع الأهلي حتى لموسم واحد، وموسم محلي واحد، وموسم إفريقي واحد، ولكن هذا ما حدث. آخر سؤال بقى المستر بيسيرو، مين أكتر لعيب أنت حبيته لما كنت بتدرب النادي الأهلي، أو أكتر لعيب اقتنعت بمستواه وكنت بتحب مستواه وأنت موجود في النادي الأهلي؟ ليس من السهل أن أقول ذلك. أحمد سعيد، ربما كان هناك اللاعب، لا أعتقد كل اللاعبين، حجازي، العديد من اللاعبين. لا أحب أن أتحدث عن لاعب بعينه،
بشكل فردي، ولكن أنا أحب دائما أن أتحدث عن الفريق. وفي تلك اللحظة التي كنت أدرب فيها الأهلي، الأهلي كان لديه فريق كبير. إذا تحدثت عن المهاجم فربما أسأل لماذا لم أتحدث عن خط الوسط أو الدفاع. أنا أحب كل اللاعبين في الأهلي، ولكنني أنا أفتقد هذا الوقت الذي قضيته في الأهلي، وكنت أتمنى أن أقضي وقتا أكثر وأستمتع أكثر بوجودي مع الأهلي ولاعبي الأهلي، لأنني كنت أظن أنني سأؤدي عملا أفضل خلال تلك الفترة، وهذا ما علي أن أقوله الآن. بشكرك يا مستر بيسيرو، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه مع منتخب نيجيريا باذن الله. نشكر مستر بيسيرو طبعا المدير الفني البرتغالي والمدير الفني لمنتخب نيجيريا.